كده ولا لا؟ فاهمين؟ فاكرين الريبوزوم كان فيه في البكتيريا كام؟ 30 اس و50 اس، صح ولا غلط؟ فالبكتيريا للانتي بيوتيك دوت في مكان للانتي بيوتيك ده على 30 او على 50 زي ما هنشوف، تمام؟ لا، البكتيريا ممكن تغير التارجت، ممكن تغير البايندنج سايت دوت كده، تعمل التريشن للتارجت، موديفاي التارجت. انا رحت المكتب بتاعي او رحت المدرج، لقيت الكرسي اللي اقعد عليه متغير، تمام؟ فرحت خلاص ماشي، قلت ان شاء الله. نفس الكلام كده الانتي بيوتيك يروح البكتيريا يلاقي البايندنج سايت بتاعه متغير فما يشتغلش، تمام؟ ممكن جدا البكتيريا تعمل موديفيكيشن للتارجت، خلاص. ممكن الجين ده اللي منع البكتيريا الريزيستنس ديت يبقى اما كروموسومال او بلازميد. يعني ايه بلازميد؟ يعني الجين دوت يبقى موجود في السيتوبلازم كده، حته جين كده في البكتيريا السيتوبلازم بتاعها بيمنحها هذه الصفه اللي هي انها تقاوم الانتي بايوتيك. يبقى الجين بتاع الريزيستنس، يعني الجين اللي خلاها تمنع الابتيك، الجين اللي خلاها تعمل افلاكس للانتي بايوتيك، الجين اللي خلاها تعمل انزيم، اللي خلاها تعمل كده واللي خلاها تقاوم الانتي بايوتيك ده ايه؟ يا اما جين على الكروموسوم، نقول كروموسومال وهيروح لاذر بكتيريا، خدت بالك هيتنقل هذا الجين لاذر بكتيريا، او انه يبقى بلازميد يا دكاتره، او انه يبقى بلازميد. في بكتيريا تقاوم الانتي بايوتكس كتيره جدا، مالتي دراج ريزيستنس. مالتي دراج هنسمع عن في الاستافيلوكوكاي سترين معينه من الاستافيلوكوكاي هتقاوم نوع من البنسلينز اسمه ميسيسيلين، تمام؟ وهنسمي السترينز ديت ميسيسيلين ريزيستنت ستاف اوريس، او نسميها مارسا اي اس ام ار اس اي ميسيسيلين ريزيستنت ستاف اوريس. هذه السترين لو اديناها بنسلين، تمام؟ هذه السترين لو اديناها امبسلين تقاوم، لو اديناها سيفالوسبورين تقاوم، لو اديناها مش عارف تتراسايكلين تقاوم، لو اديناها كلورامفينيكول تقاوم، تقاوم كذا انتي بايوتيك، تبقى اسمها مالتي دراج ريزيستنت بكتيريا. خدت بالكم؟ ما يجيش غير الفانكومايسين يقدر عليها هذه المرسى، مرسى ام ار اس اي ميسيسيلين ريزيستنت ستاف اوريس. خدت بالكم؟ وحتى الفانكومايسين هتقاومه برضه، وهتطلع سترين من هذه السترين اسمها فانكومايسين ريزيستنت ستاف اوريس. فرسه ومرسى كان قبليها، فرسه فانكومايسين ريزيستنت ستاف اوريس. خدت بالكم؟ والفانكومايسين ريزيستنت ستاف اوريس مش هينفع لها غير انتي بيوتيك اسمه لينيزولايد، هنسمع عليه في المنهج. يعني اللي عايز اقوله باختصار ان في حاجه دكاتره اهو الميكانيزمات اوف ريزيستنس لغايه هنا، والفيجر اللي بعد كده المحاضره دي خلاص هتخلص، اي سلايدز ثانيه بعدين خلاص كفايه، ماشي؟ الريزيستنس هتاخدوها بالتفصيل في المايكروبيولوجي. خلينا نحاول ناخد الموست امبورتنت بالنسبه لنا. يبقى البكتيريا هتعمل ايه للانتي بايوتيك؟ لا، هتقلل الابتيك، لا اما ان هي هتعمل افلاكس. فكرها ما بين انها تمنع الابتيك وانها تعمل افلاكس. فالافلاكس هتطرده بام، اسمها افلاكس بام، او يسموها اي بي سي ترانسبورتر. يعني ايه اي بي سي؟ اي تي بي بايندينج كاسيت. يعني ايه؟ يعني بام فيها اي تي بي، فيها طاقه. عشان ايه الطاقه دي؟ تطرد الانتي بايوتيك من البكتيريا. هو دخل بس هتطرده بعدين، تمام؟ فاكرين البي جلايكوبروتين اللي خدناها في الجنرال موجوده في اماكن كتير في جسمنا؟ البكتيريا فيها صن، بكتيريا فيها الايه؟ البي جلايكوبروتين. وفي بكتيريا فيها حاجه اسمها مالتي دراج اكسترودر، واخدين بالكم؟ اند توكسيك اكسترودر ام تي ام اي تي اي مالتي دراج، خدتوا بالكم؟ اند توكسيك اكسترودر. يعني ايه؟ يعني هي هتطرد اي انتي بايوتيك بفعل الاي تي بي، لان هذه ال بي جلايكوبروتين ديت اي تي بي ديبندنت، محتاجه الى اي تي بي علشان تقدر تطرد الايه؟ تطرد الانتي بايوتيك. ممكن البكتيريا تخلق انزيمز زي ما شفنا البيتا لاكتاميزز اللي بتصنع ببعض البكتيريا، ممكن تعمل ابريشن للتارجت، وهذه الميكانيزم اكتر زي ما نشوف للانتي بايوتكس بتشتغل
بنعتمد على البروتين سينسز اللي هي بتدخل البكتيريا وتمسك في البروتين، تمسك في بايندينج سايت. فاهمين ازاي؟ لا انا ممكن اغير البايندينج سايت، انا البكتيريا هقدر اقاومك انتي بايوتيك بان انا اغير المكان اللي انت كنت عايز تمسك فيه. انا ممكن كمان كبكتيريا اعمل ادريشن للميتابوليك باثوي. فاكرين المره اللي فاتت مش قلنا موضوع البار امينو بنزويك تتحول لفوليك، والفوليك ليه تترا هايدرو ما اعرفش ايه؟ لا البكتيريا ممكن تطلع جدع كده وذكيه، انت يا صالفة انت ترايمي سوبريم بتمنعولي الفوليك اسيد باثوي وتحرموني من ان انا اعمل ريديوس فوليك اسيد. طب انا اجيب الريديوس فوليك اسيد ده من فولينيك اسيد، هغير الباثوي خالص. فاكرني هموت بيكم يا انتبيوتيك خلاص؟ لا، انا هعمل التريشن للباثوي وهقدر اتحيل وهقدر اقاوم. كل انسان وكل بكتيريا من حقها ان هي تعيش، هي بسام حالها هتقول كده هذه البكتيريا هغير الميتابوليك باثوي. تمام؟ مش تقدر انت انتبيوتيك للنعيم باثوي. في واحده زي التي بي اللي هي بتعمل بالمونري تيوبركلوزس او السل او الطرن، خدت بالكم التي بي دي؟ تقول ايه انت يا انت بنت جاي تقتلني؟ طب انا اخليني ميتابوليكالي ان اكتف، مش انقسم، هقعد في جسم المريض ولن انقسم. وتروح انت فاكر ان انا ايه؟ ان انا مش موجوده؟ لا، انا موجوده هيدن وليتنت. تمام؟ هقاوم، لان انت بتقول انا بكتيري سايدر. لا، انا هخلي الريتم ميتابوليزم بتاعي يقل. ففي انتي بايوتكس تعمل النقطه دي ان هي تبقى ميتابوليكالي ان اكتف اورجانيزم، الاورجانيزم يبقى ايه؟ بدل ما هو بينقسم يقلل الريت اوف ميتابوليزم بتاعه علشان الانتي بايوتيك ما يقدرش عليه. دي الميكانيزمات بتاعت الريزيستنس يا دكاتره. تعالوا بينا نشوف بقى البيتا لاكتام انتي بايوتيك ونخلي بالنا كويس جدا من هذا الموضوع. هنبدا بقى الكات من المحاضره ديت في الانتي بايوتيك. تمام؟ احنا هنا شفنا الميكانيزمات اوف ريزيستنس دول. اوكي؟ نبدا في السيل وول انهبيتورز. في السيل وول انهبيتور هنحرم البكتيريا من السيل وول اللي كان بيعمل لها ايه؟ كان بيحميها من الاوزموتيك بريشر تشينجز، مش كده ولا لا؟ وبالتالي السيل وول انهبيتورز دول هيقتلوا، هيبقوا غالبا كلهم بكتيري سايدر. اوكي؟ ممكن يبقوا بيتا لاكتام وممكن يبقوا نان بيتا لاكتام. زي ما شفنا البيتا لاكتام، بيتا لاكتام دول اللي هم البنسلين والسيفالوسبورنز ومجموعه ثانيه، ونان بيتا لاكتام على راسهم واشهرهم الفانكومايسين اللي لا ينسى، مهم جدا الفانكومايسين ده. تعالوا بينا للبيتا لاكتام انتي بايوتيك ونبدا بالبنسلين. ازاي يا بنسلين انت هتقتل البكتيريا؟ خدته او يمكن هتدرسه لسه في المايكروبيولوجي، ان تحت السيل وول على السيل ممبرين بيبقى في مجموعه كده من الانزيمز بروتينز اسمها بنسلين بايندينج بروتينز. هي الانزيمات اللي هتخلق السيل وول. طب ازاي السيل وول ده بقى؟ بصوا بقى، ارجع افتح دلوقتي الايميل عشان اوريكم صوره السيل وول. اخدتوا السيل وول في المايكروبيولوجي، عارف اللي هو البيبتايدوجلايكان؟ شفتوا شكل البيبتايدوجلايكان؟ شفتوه؟ لسه ما بلشتوش. امال ايه خدتوه امبارح؟ ايه اللي اخدتوه امبارح؟ خدت السيل وول بس. اهو نبدا، انا اوريكم صوره هنا مهمه جدا. يا رب دايما في الوقت يا رب. ارجوك ولاد اشرار لما اقول لهم انا عايز محاضره اضافيه بكره يقولوا لي لا، مع اني افتكرت ان هم هيوافقوا. خدت بالك يا روماني؟ هم قالوا ان هم هيوافقوا بس رجعوا تاني وقالوا لا، احنا ايه؟ احنا ما نقدرش على التعب دوت. احنا ما نقدرش. الناس ايه؟ لا ما نقدرش. خدت بالك يا روماني؟ اوعى تدينا محاضره اضافيه ابدا. ايش تمام؟ الوقت بس هم نفسهم ان انت ايه تحسب لهم حاجات، بس انت مش هتقدر ومش هتعمل كده. خلاص انت حرام. ماشي؟ ادي السيل وول. بصوا المنظر بالصوره، بصوا بالامانه الصوره ديت. بصوا السيل وول، شوف البكتيريا محصنه نفسها بايه؟ بالتايدوجلايكان. ازاي؟ في كربوهيدرات باك بون سكيلتون ليها اللي هو السلاسل ديت اللي هي ازرق وايه اللون ده مش مشكله. المهم السلاسل ديت عباره عن كربوهيدرات، عباره عن بولي ساكرايدز، عباره عن حاجه زرقاء كده اهوت او بتاع اسمها ان استايل يورابيك اسيد وان استايل جلوكوزامين اللي هو خلينا نقول احمر وازرق، احمر وازرق، احمر وازرق. ده
ده الباك بون بتاعها، ده العمود الفقري بتاع السيلول يا دكاتره، كانت البوري ساكرايد بهذا المنظر. بس ده الجلايكان اللي في البيبتايدوجلايكان، بيبتايدوجلايكان، الجلايكان عباره عن كربوهيدرات اللي هم الباك بون ده هو السلاسل دي. ما بين السلاسل دي لاحظوا حاجه، لاحظوا بيبتايد تشينز، شايفينها؟ شايفين البيبتايد تشينز بروتينز بقى دي، دي بروتينز وما بينها لينك، صح ولا غلط؟ واللينك ديت البيبتايدز لازم تتربط بلينكج ما بينها، لازم يبقى في انزيم في البكتيريا اسمه ترانس بيبتايديز، يعني انزيم يربط البيبتايدز ديت مع بعض، كده اصبح السيل وول بتاع البكتيريا قوي ويعني ماسك نفسه كده وفي انتجريتي كويسه، عامل زي بالظبط الحيطه اللي فيها الطوب ده هو او الحجر اللي بيبني الطوب، وما بين الطوب ديت في اسمنت منزق الايه؟ الحاجات اللي بتعمل الحيطان ديت. البكتيريا السيل وول بتاعها بهذا المنظر، فيها اللي هو البيبتايد وفيها الجلايكان والانتجريتي، مجموعه البروتينز اللي هيخلقوا السيل وول او الانزيمز اللي هتخلق السيل وول موجوده ربنا خلقها تحت على السيل ممبرين على طول، خلاص؟ والبنسلينز او السيفروسبورينز اللي بيتا لاكتام انتي بايوتيك او السيل وول انهبيتور بيروح يمسك في هذه الانزيمز، خدتوا بالكم؟ يعني زي البنسلين اللي بنتكلم عليه دلوقتي يمسك في البنسلين بايندينج بروتين اللي هي الانزيمات ديت ويمنعها انها تكون سيل وول اساسا. فاهمين ازاي؟ يعني تستقبلوا كده وتتأملوا تقول يا رب انت خالق البكتيريا تحصل نفسها بسيل وول، وخالق كمان على هذه الانزيمز اللي هي هتخلق السيل وول عامل بايندنج سايت للانتي بايوتيك اللي هتقتل وهتحرم البكتيريا من السيل وول. ملاحظين متأملين في هذه الجزئيه ولا لا؟ يعني البكتيريا عشان تعيش لازم تعمل سيل وول، لازم لها مجموعه انزيمز اسمها بنسلين بايندنج بروتين، ربنا خالق البنسلين بايندنج بروتين دي، وربنا خالق البنسلين، فاهمين ازاي؟ والبنسلين هيمسك في البايندنج بروتين عشان يمنع البايندنج بروتين، والبنسلين هيمنع الترانس بيبتايديز انزيم اللي كان بيربط البيبتايد اللي في السيل وول علشان يحافظ على ان يبقى السيل وول ايه سترونج كده وفي انتجريتي والمورفولوجي بتاعه كويس والكلام ده. ومش بس كده كمان، ده ربنا خالق في البكتيريا جوه بروتيوليتيك او اوتوليتيك انزيمز تكسر السيل وول ويبني سيل وول جديد. ربنا خالق اوتوليتيك او بروتيوليتيك انزيمز، تمام؟ لما يجي البنسلين، انا بنسلين جاي اقتل البكتيريا، انا جاي اقتل، فاروح امسك في البنسلين بايندنج بروتين عشان امنع البكتيريا انها تخلق سيل وول جديد، وامنع كمان الترانس بيبتايديز انزيم علشان ما يبقاش يبقى السيل وول حتى لو اتكون يبقى مش سترونج، خدت بالكم ضعيف. وكمان بصوا بقى البنسلين لما يمسك في البنسلين بايندنج بروتين هيخلي البكتيريا يتنشط فيها البروتيوليتيك انزيم. يعني انتوا تستخدموا البكتيريا في اللحظه دي ولا لا؟ يعني انا لو على نفسي اقول للبكتيريا يا غبيه دي جاي يقتلك، انت فرحانه انه جه قعد على البنسلين بايندنج بروتين، رحت انت فرحانه ايه البنسلين جه ومسك في البايندنج بروتين، يلا انا البروتيوليتيك انزيمز اللي جوايا هتتنشط، طب ما انت كده السيل وول بتاعك هيضيع معقوله وهموت؟ متي خلاص. شوف الغباء، شوفوا معه غباء ان البكتيريا في ان هي يا لو البكتيريا دي بقى جدعه وهتحور بعدين وهتقاوم ما يبقاش فيه بنسلين بايندنج بروتين. فاهمين ازاي؟ لو ما فيش بنسلين بايندنج بروتين ما فيش الانزيمات دي، خلاص البنسلين ما يشتغلش، تمام؟ فاهمين؟ لو ما فيش سيل وول اساسا زي ما خدنا المايكوبلازما نيمونيا البنسلين ما يشتغلش، مش كده ولا لا؟ فبالتالي يبقى الميكانيزم اوف اكشن اللي احنا عايزين نتفق عليه تماما اللي هو هذا الموضوع يا دكاتره اللي اتفقنا. فاهمين ولا لا؟ ماشي. فبالتالي ادي الميكانيزم اهي انه خلاص هي ان اكتيفيت البنسلين بايندنج بروتين وكمان هيمنع الترانس بيبتايديز. عرفتوا الترانس بيبتايديز ده شغال في ايه؟ شفتوا الرسمه ديت مهمه جدا وتوضح لنا الامور تمام، هتاخدوا الكلام ده في المايكرو وبرودكشن اوف اوتولايسيس. طبعا اي اورجانيزم ما فيهوش سيل وول البنسلين مش قادر يشتغل عليه، فانجس فيروس الكلام ده كله ما فيهوش سيل وول خالص، ولذلك البنسلين يعني اونلي افكتيف بس في الجروينج زي ما اتفقنا،
اي بكتيري سايدر بيبقى اكتف في الجروينج، اكتف في جروينج اورجانيزم، ما ينفعش على الاورجانيزم الايه الخامل اللي ما بيقدرش يشتغل. وين اكتف اهو ضد كل الحاجات دي لان ما فيهاش سلول خالص. هنا بقى تعالوا بقى نشوف الاجيال بتاعه البنسلين اللي جت في البدايه زمان. كان في جيل من البنسلين يا دكاتره نانو سبيكترم، كان بس اكتف ضد الجرام بوزيتيف اورجانيزم، وعلى راسها مثلا الاستاف والحاجات دي ضد الجرام بوزيتيف فقط. خدت بالكم ليه سبيكترم ضيق جدا؟ خلاص خصوصا يعني اشهر ثلاثه اورجانيزم الجيل ده كان اكتف ضدهم الستريبتوكوكاي والسيفلس والجونوريا. خدت بالكم السيفلس ده مرض سيكشوال ترانسميتد ديزيز هتعرفوه برضو في المايكروبيولوجي، والجونوريا اللي هي السيلان ان الشخص في اليورين بتاعه يبقى فيه بص كده في اورجانيزم اسمه نايسيريا جونوريا. خلاص والستريبتوكوكاي كان جيل نارو سبيكترم، كان جيل مفيش فيه غير اثنين ناتشرال ربنا خلقهم، هما البنسلين جي والبنسلين في. خدتم بالكم؟ والفارق ما بين البنسلين جي وفي ان البنسلين جي لما اخده اورال الاقي الاتش سي ال بتاع الاستومك يكسر هذا البنسلين جي، تمام؟ ولذلك كان اسيد، كان اسيد لبايك يعني او اسيد انستيبل انستيبل، البنسلين جي ده يتكسر بالاسيد. راحوا جابوا بقى البنسلين في، لا البنسلين في اقدر اخده اورال. خدتم بالكم؟ لانه اسيد ستيبل يقدر يقاوم ويواجه ال HCL الموجود فين؟ في الاستومك. فهذا الجيل الاولاني كان فقط ضد الجرام بوزيتيف اورجانيزم. زي ما اوريكم دلوقتي منظر هقول لكم ايه المطلوب منكم بالظبط تماما في هذا الموضوع. ف بس لقوا حاجه مشكله، الجيل الاولاني ده اللي هو البنسلين جي او في، والبنسلين جي اسمه بنزاين بنسلين، بنسلين في بنزاين، تمام؟ الجيل دوت كان بيتكسر بالبيتا لاكتاميز، والبكتيريا بتقدر تقاومه بالبيتا لاكتاميز زي ما قلنا، او نسميه بنسلينيز. بيتا لاكتاميز هو نفسه في حاله البنسلين اقول عليه بنسلينيز، في حاله السيفالوسبورين اقول سيفالوسبورينيز. ماشي يا دكاتره؟ البيتا لاكتاميز اسميه حسب الدراجز اللي انا هديها، لو انت هتقاوم بنسلين اسمي البيتا لاكتاميز بنسلينيز، اذا كان هيبقى سيفالوسبورين اقول سيفالوسبورينيز، عايز اقول بنسلينيز او بتعمل بيتا لاكتاميز. فكان من ضمن اشهر الاورجانيزم اللي بتعمل بيتا لاكتاميز مين زي ما قلت لكم؟ الاستاف، مش كده؟ اللي هي ستافيلوكوكاي او ستافيلوكوكاس اوريس بتخلق بتاع ده بيتا لاكتاميز يواجه البنسلين. فقالوا لا هنجيب جيل بقى من البنسلين يواجه الاستاف ويبقى بنسلينيز ريزيستنت، يعني تبقى بنسلينز ما تتاثرش بالبنسلينيز اللي بيخلقها الايه في الاستافيلوكوكاي، تمام؟ فجابوا الجيل الثاني ده هو بقى سموه انتي ستافيلوكوكال بنسلينز، يعني بنسلين خاصه للاستاف، او نسميه اسم ثاني بنسلينيز ريزيستنت بنسلينز، بنسلينز تقاوم البنسلينيز، مش كده ولا لا؟ او نسميه انتي بنسلينيز بنسلينز، وات ايفر اي مسمى، بس خلينا في الاستاف. جابوا خمسة انتي ستافيلوكوكال بنسلين، اوبسا صباع صغير، كلوبسا صباع هيطول، داي كلوبسا صباع هيطول اكتر، اوبسا كلوبسا داي كلوبسا، وميسيسيلين. لا خلي الميسيسيلين اللي هو الصمب، لان الصمب قيمته في الايد 25%، اعتقد عارفين المعلومه دي في الاناتومي، ان الصمب ده بيمثل نسبة كبيرة، لو اتقطع ايديا مش هتقدر تتحرك بيه صح، يعني مهمة قوي الصح، خليه ميسيسيلين ونفسيلين، يبقى كام بنسلينيز ريزيستنت بنسلينز؟ خمسة، أوكسا، كلوكسا، دايكلوكسا، ميسيسيلين ونفسيلين. دول ضد الاستاف، خاصين بالاستاف، بنسلينيز ريزيستنت. الفرق بين التلاتة اتنين، التلاتة الأولانيين كانوا أورال، والاثنين التانيين اللي هم الميسيسيلين والنفسيلين كانوا بارنترال، ما ينفعوش يتاخدوا بره. تمام؟ لو جبت لك حاله وقلت لك ستافيلوكوكاي يبقى انت لازم تفكر في هذه المجموعه. فاهمين ازاي؟ يبقى البنسلينيز ريزيستنت بنسلين او انتي ستافيلوكوكال بنسلينز اللي هم المجموعه الخمسه، ضيفوا الداي كلوكسا كمان عليهم. ماشي؟ الميسيسيلين
السترين اللي هت اللي اللي اللي, اللي من البكتيريا اللي هتقاوم الميسيسيلين اسميها ايه؟ ميسيسيلين ريزيستنت ستافوريس او مرسى. في سترين بعد ما هتاخد الميسيسيلين هتقاوم الميسيسيلين اسمها ميسيسيلين ريزيستنت ستافوريس، وديت يا ابني انت وديت السترين دي خطيره وممكن تموت المريض. من الحاجات اللايف ثريتنينج علاجها الاولاني فيرست تشويس فانكومايسين. فانكومايسين وهتطلع سترين بعدين اسمها فانكومايسين زي ما قلت ريزيستنت ستافيلوكوكس اوريس. فاهمين يا دكاتره ولا مش فاهمين؟ بدا الهجوم على وشكم وبدا لا العمليه بقول لكم هتبقى تبدا تتصعب شويه، فما ما تنزعجوش بهذا المنظر. خد الموضوع ببساطه، ده لسه الاسماء ولسه المعلومات هتفيد كتير، خلي بالك كويس ماشي وساعدني مربوط عشان احنا في مهمه جباره خلال الفتره اللي جايه. ماشي يا دكاتره، دي المجموعه بتاعت الايه؟ لانتي ستافيلوكوكس. لو عايزين نوسع السبيكترم اتفضلي، عايزين نزود السبيكترم بدل ما كان مش احنا قلنا الفيرست جنريشن كان جرام بوزيتيف بس، بعدين جيل تاني بدا يروح للستافيلوكوكال، عايزين نوسع نكستند السبيكترم. اكستندد سبيكترم بنسيلينز يعني بنسيلينز هتبقى مين ضد الجرام بوزيتيف ووايد رينج او نسبه كبيره كمان من الجرام نيجاتيف. تمام، ودي هيجي بقى اثنين مهمين اللي هم الاموكسيسيلين والامبيسيلين. طب السؤال، هل الجيل ده يقاوم البنسلينيز زي الجيل الثاني لو قلت ستافيلوكوكا؟ لا لا، هيتكسر بالبنسلينيز، هيتكسر بالبنسلينيز. تمام، قمت انت علشان تحافظ عليه وما يتكسرش بالبنسلينيز تعمل ايه؟ ايه اللي ممكن نعمله؟ نروح حاطين معاه بنسلينيز انهبيتور، صح ولا غلط؟ صح ولا لا؟ ايه الفرق بين هذا الجيل والاوكسا كلوكسا دايكلوكسا ونفسلين وميسيسيلين؟ الجيل اللي هو ده بتاع الاستاف هو بنفسه يقاوم البنسلينيز، لكن الجيل ده لازم احط مع البنسلين ايه؟ بنسلينيز انهبيتور. تمام؟ ايه بقى البنسلينيز انهبيتور؟ بصوا بقى للكومبينيشن دي، الامبيسلين الامبيسلين يا دكاتره احط معاه حاجه اسمها سالباكتم سالباكتم سالباكتم، وهيبقى الكومبينيشن اسمه يوناسين يوناسين. ماشي، الاموكسيسيلين اخد بنسيلين احط معاه كلافيولانيك اسيد او كلافيولانيك اسيد، هيبقى الكومبينيشن اسمه اوجمنتين اللي انتوا بتروحوا تاخدوه من التامين الصحي ده. تمام، او اني الاقي مثلا دواء اسمه تيكارسيلين من الجيل الرابع احط معاه كلافيولانيك اسيد هيديني مركب اسمه تايمنتين. ايه فايدة السلباكتم كلافيولانيك اسيد؟ ايه ده الكلافيولانيك ده؟ ايه اساسا وظيفته؟ ده عباره عن بيتا لاكتاميز انهبيتور، ده يحمي يمنع البنسلينيز اللي انت يا بكتيريا هتصنعيه. قمت يحمي، اقفل الموبايل، لا مش هتصور ولا تسجل، محدش لا يسجل ولا يعمل المحاضره خالص. في بنت خبيثه عارفها؟ لا يا ماما عارفك، بتسجل المحاضره، مش عايز تسجيل المحاضره ابدا. خلاص، ال 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 الحاجات دي سبكتها مكلافيولانيك اسيد عباره عن ايه؟ بنسلينيز انهبيتور. لما تتحط مع الامبيسيلين تحافظ على الامبيسيلين، تحافظ على الكلافيولانيك اسيد. ايه ده المثال الكومبينيشن ده؟ هل هو بوتنشيشن ولا سينرجيزم؟ هل هو بوتنشيشن ولا سينرجيزم ان احط امبيسيلين مع سلباكتم؟ الامبيسيلين في وجودك كسلباكتم يشتغل احسن لان هو هيتمنع تكسيره. تمام؟ في كتب بتقول عليه ان هذا الكومبينيشن عباره عن بوتنشيشن، لان الكلافيولانيك اسيد او السلباكتم ملوش انتي بكتيريال افكت. في كتب حديثه دلوقتي بتقول لا، السلباكتم والكلافيولانيك اولسو ليهم انتي بكتيريال افكت. بس المهم ان الغرض الاساسي من اضافه السلباكتم والكلافيولانيك اسيد اني اوسع السبيكترم. يعني ايه اوسع السبيكترم؟ انا لو ما حطيتش دلوقتي السلباكتم والكلافيولانيك اسيد
كان هيبقى الامبسيلين والاموكسيسيلين الاكتف ضد حاجات جرام بوزيتيف وسام اكستنت جرام نيجاتيف كان هيبقى اكستنت. لكن باضافه هذه المركبات انا هقدر اخلي الحاجات دي تشتغل ضد كمان البكتيريا اللي بتصنع بتلفتاميزس، مش كده ولا لا؟ صح ولا غلط؟ يعني الاستاف دلوقتي الستافيلوكوكس اقدر اديها اوجمنتين؟ اقدر. ليه؟ لان انا حميت الاموكسيسيلين بكلافيولانيك اسيد. صح ولا غلط؟ الاستاف دي كانت بتصنع بيتا لاكتاميز، انا منعت البيتا لاكتاميز اللي انت كنت هتصنعيه يا بكتيريا. يبقى اذا ما فائده هذا الكومباينيشن؟ وده مهم جدا. فائده الكومباينيشن ده تو انكريز سبيكترم اوف اكتيفيتي اوف امبيسيلين. انا ممكن اجيب لك اختيارات كتير واقول لك ايه فائده الكومباينيشن ما بين السلبكتم والامبيسيلين او الكلافيولانيك والاموكسيسيلين. ماشي يا دكاتره؟ يجي بعد كده بقى خلي بالكم بقى كويس جدا ان الجيل دوت الامبيسيلين والاموكسيسيلين من الحاجات اللي هي بتعمل دايريه. الامبيسيلين والاموكسيسيلين دول مش كده يقول لك ما ينفعش يتاخدوا اورال في حالات الدايريه. في حالات الدايريه لو انا عندي اسهال ما اقدرش ادي اموكسيسيلين ولا امبيسيلين، معلومه مهمه جدا. طيب دلوقتي عايزين بقى نجيل رابع من البنسيلينز ضد السودوموناس بقى. ان انا قلتها لكم المره اللي فاتت قلت لكم بتعمل جرينش بس، وقلت لكم ان هي من النوزوكوميال او الهوسبيتال اكوايرد انفكشنز سودوموناس اريجونوزا. هل هناك بنسيلينز ضد السودوموناس؟ ايوه، بيبراسيلين، تيكارسيلين، كاربينيسيلين، بتاع دوت ازلوسيلين، ميزلوسيلين، في سيلينز كتيره. النهارده سيلينز في الاخر، اي مركب وتحط سيلين يبقى ده بنسيلين. في دكاتره تك سيلين تك سيلين، يعني ايه يا عم؟ فهمني اللي كاتبه ده بنسيلين، ده بنسيلين طالما اخره ايه؟ اخره سيلين. خلاص؟ فعندنا الكاربينيسيلين، تيكارسيلين، بيبراسيلين، تمام؟ دول عباره عن ايه؟ انتي سودومونال بنسيلينز. خلاص يا دكاتره؟ ضد السودوموناس اريجونوزا. ايه؟ بي اريجونوزا مقصود بيها السودوموناس، فاهمين؟ واحنا قلنا ان البي سايلنت. خلاص؟ البيبراسيلين اهم واحد فيهم هذه المجموعه، هو الموست بوتنت، هو اللي باقل تركيز يدي افكت. دي معلومه برضو مهمه جدا. يبقى كان عندي جيل ضد جرام بوزيتيف مينلي وتوليس اكستنت جرام نيجاتيف، هو النارو سبيكترم، نارو سبيكترم الاولاني اللي هو بنسيلين جي وفي، وبعدين جابوا الانتي ستافيلوكوكال بنسيلينز اللي هم الخمسه اوكسا كلوكسا دايكلوكسا ميسيسيلين نافسيلين، وبعدين جابوا الاكستندد بنسيلين اللي هيغطي جرام نيجاتيف كمان كتير مع الجرام بوزيتيف، تمام؟ ولكن خلي بالك الاكستندد دوت عيبه ان هو لايبل او سسبتبل للبيتا لاكتاميز. كلهم كل الاجيال سسبتبل للبيتا لاكتاميز الا الجيل الثاني اللي هو الانتي ستافيلوكوكال. ماشي يا دكاترة؟ فاهمين لغاية اللحظة دي؟ نعرف كويس. هاي دكتور اتفضل بسرعة. ايوه جرام بوزيتيف قلنا يعني هتاخد الجرام ستين وهتظهر الجرام ستين، جرام نيجاتيف ما بتاخدش الجرام ستين. معرفش بقى هتبقى فينت ولا هيبقى لونها ايه، خلي بتاعك مايكروبيولوجي هيقولوا لك هيوروك الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف، تمام؟ ما اكيد يعني الجرام نيجاتيف هتبقى غير بتاع. بصوا المنظر ده بقى، انا مش عايز رعب ولا اي حاجه، انا عايز ايه في هذا بتاع بنسيلين جي؟ لاحظوا بس ان هو اكتر جرام بوزيتيف، شايفين؟ جرام بوزيتيف كوكاي، جرام نيجاتيف بوزيتيف ايه؟ بس اللايف. جرام نيجاتيف يا دوبك واخد النيسيريا جونوريا والنيسيريا مننجيتيس. بس انا مش عايز غير تامل، بس اتامله. تمام؟ اقعد كده اتامل. ماشي؟ وبعد كده لا لازم تعرف المعلومه دي، هل انت بنسيلين جي اكتف ضد الانايروب؟ انا بجمع الحاجات دي واتأمني مين الانتيبيوتيك اكتف ضد الانايروب؟ مين الاكتف ضد السودوموناس؟ مين اكتف ضد الاستاف؟ يهمني قوي. خلاص؟ فهلاقي ان هو البنسيلين جي اكتف فعلا ضد سترين انايروبيك اسمها كوليستريديوم بيرفرينجنس. بيرفرينجنس، كوليستريديوم بيرفرينجنس. اوكي يا دكاتره؟ بس خلي بالك اهم ثلاثه انفكشن انا قلتهم في الاول، لما قلت لك بنسيلين جي الجيل الاول اكتف ضد مين؟ ثلاثه، سيفلس اللي هو بالتريبونينا بالدم، برضو كل الحاجات المعلومات المايكرو مش طالبها منك عشان ما حدش يجي يقول لي هذاكر انا كل التفاصيل الاورجانيزمات اللي بقوله بس، اللي طالع على لساني بس، اللي هتسمعه في المحاضره بس، مش هيبقى في ريكورد.
خلاص الكونو هي اللي هي السيلان بيسموه بالعربي، ان المريض يجي يقول لك انا في بص موجود في اليورين بيتعمل بالنيسيريا جونوريا. ده كان من اشهر الانتي بايوتيك ضد الجونوريا كان بنسلين جي، وافتكر بنسلين جي جي جونوريا، جي تفكرك بالجونوريا، وسيفلس اعمل مثلث علشان تفتكر جي اس اس جونوريا سيفلس ستريبتوكوكاي. وستريبتوكوكاي اشهر انفكشن بتعمله اللي هي ستريبتوكوكال نيمونيا، وكمان اللي هي بتتعمل الستريبتوكوكال نيمونيا بنسميها نيموكوكال نيمونيا، يسموها في الباثولوجي كده نيموكوكال نيمونيا كوست باي ستريبتوكوكاس نيمونيا. ماشي فاهمين لغايه اللحظه دي؟ ده اللي انا عايزه تمام خلاص. طيب يا ترى يا بنسلين انت اي انتي بايوتيك معروف عنه حته انه يتاخد اورال ديت يفضل اي انتي بايوتيك يتاخد ساعه قبل الاكل او ساعتين بعد الاكل، لان معظم الانتي بايوتيك اللي بتتاخد اورال بتمسك في الفول، والبنسلين جي من على راس هذه الحاجات هو اورال افكتيف كويس، بس بقول لكم بيبقى الفود بيقلل امتصاصه، مش كده؟ يفضل تديه على معده تكون ما فيهاش اكل ساعه قبل الاكل او ساعتين بعد الاكل، يكون الاكل خلاص اتفضت المعده وامتص الاكل دوت وانتهت القضيه. ماشي؟ فمهمه جدا برضو هذه المعلومه تماما تماما. طب يا بنسلين لو بريجننت وومن اخذتك هل هتوصل للجنين وتعمل انتشارات؟ ايوه بنسلين جي من الحاجات اللي هي تيراتوجينيك، بس في الانيمال، في الهيومن نوت بروفد هذا الكلام تمام. يعني هو يقدر البنسلين جي يكروس حاجه اسمها بلاسنتال بارير. ايه البارير؟ عارفينه ده اللي هو ما بين ايه الفيتوس، بلاد الفيتوس وبلاد الام، لا سهل انه يدخل البتاع ويعدي، بس نوت بروفد ان هيومن اللي يبقى تيراتوجينيك. تيراتوجينيك يعني تشوهات خلقيه تمام، كونجينيتال انوماليز، الولد يطلع بتشوهات. في الانيمال معروف ان الانسان بيعمل كده برضه. ماشي؟ نعم؟ لا الكلينيكال ترايل قليله اللي هي خاصه بالبنسلين جي، ما يقدروش يخلوا بان ياخدوا فولنتيرز وكلام زي كده، نوت بروفن 100% ان هو تيراتوجينيك. طب بتعمل ايه بقى يا بنسلين كلكم انتوا اللي احنا اخدناكم؟ ايه الادفرس ايفكت؟ اشهر حاجه والناس اللي ماشيه في الشارع مش بتاع الطب خالص عارفه ان في حساسيه البنسلين دي، مش كده ولا لا؟ فاول رياكشن مهم اللي هو الالرجي او الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن، يبقى رياكشنز بسيطه مجرد راش كده طفح جلدي على الجلد او فيفر، او يتطور الهايبر سنسيتيفيتي الاخطر. اخطر صور الهايبر سنسيتيفيتي ان الشخص يجي ببرونكوس باز، يجي بضيق نفس وهاي انافلاكتيك شوك اللي هي سيفير هاي بوتنشال، تلاقي ضغطه قليل جدا. انافلاكتيك شوك يعني هاي بوتنشال نتيجه حساسيه من اي حاجه. خلاص؟ فبالتالي اول رياكشن اللي هو الهايبر سنسيتيفيتي. تاني حاجه الدايريه، واحنا شفنا وقلنا مين الاشهر البنسلينز بتعمل دايريه، الامبسلين والاموكسيسلين تمام. في نقطه كمان ان هو نيوروتوكسيك، فاهمين ازاي بيعمل نيوروتوكسيسيتي. الميسيسلين ده بقى بالذات اللي زي ما قلت هتبقى فيه سترين من الاستاف هتقاومه شخصيا وهتتسمى باسمه ميسيسلين ريزيستنت ستاف اوريس، بيعمل نيفرايتس، بيعمل التهابات كده في الكيدني نيفرايتس. ماشي يا دكاتره؟ مهم جدا هذه المعلومه ايضا. في بقى الجيل اللي هو بتاع السودوموناس ده اللي هو بيبراسيلين، ماشي، انتي سودوموناس بنسيلينز اللي هي اشهرها البيبراسيلين. افتكر بي الثقيله ديت بنسيلينز بيبراسيلين بيعمل بليدنج تندنسي، والبي خفيفه بقى او بي صغيره بليدنج تندنسي. في فعلا هيماتولوجيك توكسيستي في انواع من البنسيلينز اللي هي الانتي سودوموناس بنسيلينز تحديدا بتعمل يا دكاتره شويه بليدنج تندنسي، بتاثر في بتقلل التجلط، بتقلل الكواجيوليشن. مهمه جدا لازم نبقى عارفينها، خصوصا الانتي سودوموناس اللي هم البيبراسيلين والكاربنسيلين والتيكارسيلين. في توكسيستي تحصل برضه لو كان شركه الادويه ديت حاطه بنسيلين صوديوم او بنسيلين بوتاسيوم، قد تحدث التوكسيستي من الصوديوم او البوتاسيوم، سواء كتايم توكسيستي، ان التوكسيستي مش بنسيلين اتسلف، التوكسيستي من ايه؟
من الايون اللي موجود الصوديوم او البوتاسيوم. يعني ممكن يبقى فيه صوديوم كتر يرفع ضغط او بوتاسيوم تلاقي فيه هايبر كاليميا تعمل مصل ريلاكسيشن وحاجات زي كده. فاهمين يا دكاتره ولا لا؟ تمام. في بقى نقطه مهمه مش عارف هي جت ولا اللي بتاعت السي ان اس. المعلومه اللي فوق دي احنا قلنا ان هو البنسلين بيكروس البلاسينتا بس نوت بروف انه يعمل تراتوجينيس. هل بقى يكروس المننجيز اللي حوالين المخ؟ خلي بالكوا يا دكاتره في حاجه اسمها بلاد برين بارير بي 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 هتسمعوا عليه و سي اس اف بارير. سي اس اف بارير يعني ايه؟ بلاد برين بارير اللي هو اي خليه عصبيه بيروح لها دم بيروح لها كابيلاريز مش كده ولا لا؟ الكابيلاريز دي لو انا بصيت للاندوثيليوم بتاعها الاقيه تايت الاقي الجونكشنز تايت جدا عكس الكلوميرولاي مش كده ولا لا؟ وبالتالي صعب قوي اي ماده في الدم انها تروح لخلايا المخ. البارير بقى ما بين الدم وما بين الخلايا العصبيه اسمه بلاد برين بارير. لكن المخ دلوقتي حواليه اغشيه سحائيه انا رسمتها لكم ساعه ما عملت الانتراسيكل اللي هي المننجيز ديت. دي بتاخد دم. البارير اللي ما بين المننجيز والدم اسمه سي اس اف بلاد بارير. سي اس اف لان البارير ده بين السي اس اف وبين ايه؟ وبين الدم. فيا ترى يا بنسلين هل انت بتعدي البلاد برين بارير او تعدي السي اس اف بارير؟ هل بتوصل السي اس اف؟ هل انت ليفت سوليبل لدرجه ان انت في الدم تقدر تروح للسي اس اف؟ ولو حاله مننجايتس مثلا تمام نقدر نديك في الوليد حقن على اساس تعالج حاله المننجايتس دي؟ تقول لا انا كروس المننجيز فقط لو المننجيز دي كانت انفليمد. لو كانت ملتهبه، لو كان المننجيز دي ضعيفه بالالتهاب دوت. لكن المننجيز الانتاكت تمام، يعني انا لو انا دلوقتي ما عنديش مننجايتس، ما عنديش التهاب في المننجيز، اقدر اخد البنسلين في الدم؟ لا مش هيوصل للسي اس اف. فاهمين؟ انما لو هي مننجايتس لا بيقدر. فاهمين ازاي؟ وانا قلت من ضمن السبيكترم بتاع البنسلين جي شويه جرام نيجاتيف قليلين كانوا النيسيريا جونوريا والنيسيريا مننجيتيس. ماشي؟ البنسلين جي كان من ضمن الحاجات اللي بتتاخد في المننجايتس. انت دلوقتي عايز توصل البنسلين للسي اس اف، لو عندك حاله مننجايتس هتقدر تديه انتروفينس حد هيروح، وتقدر تديه انتراسيكال مباشره للسي اس اف. مهم جدا واحنا بندرس في المنهج دلوقتي نعرف هل الانتي بيوتيك ده كروس البلاد برين بارير او السي اس اف بارير ولا لا. مهم قوي هذه المعلومه، لانه بس فرق بين لما تقول بلاد برين بارير وسي اس اف بلاد بارير. في ناس بتلخبط، في ناس مش عارفه. او لا بلاد برين بارير يعني معناه ان الدواء ده بيوصل للسي اس اف. لا، هما تو باريرز. هو في بارير ما بين الخلايا العصبيه والبلاد، وبلاد بارير ما بين السي اس اف والبلاد. اوكي يا دكاتره؟ تمام. ماشي اي واحد؟ انا ماشي بسرعه النهارده لدي الوقت. فاهمين لغايه اللحظه دي ولا لا؟ ارجوكم نبقى كويسين ونفهم اول باول. الوقت الساعه كام دلوقتي؟ خلي بالكم منه. لا نسي يا رب. السيفر سبورنز بقى، تعالوا للسيفر سبورنز وحلاوه السيفر سبورنز اللي هي برضه بيتا لاكتام انتي بيوتكس الوول انهبيتور. تمام؟ تشتغل بنفس الطريقه، هي بروتين او هي سيل وول انهبيتور، هيكسر او هيعمل يمنع السنسل اوف سيل وول ويساعد على كمان. يعني خلي بالك البيتا لاكتام انتي بيوتكس تكسر السيل وول الموجود اساسا، مش بس كده تمنع التخليق كمان. هي بتكسر الموجود اساسا ازاي؟ لما البيتا لاكتام مسكت في البايندنج بروتين ايه اللي حصل؟ البكتيريا عملت ايه بغبائها؟ عملت ايه؟ نشاطت انزيم اسمها ايه؟ اوتوليتيك او بروتيوليتيك انزيم. ماشي يا دكاتره؟ يبقى الميكانيزم هي هي. تعالوا بقى لاجيال البنسيفر سبورتس، نبدا بقى نطول بالنا ونوسع خلقنا ونبقى كارم كده. معلش. ماشي؟ الاجيال اربعه وهيختلفوا حسب السبيكترا. ازاي؟ الجيل الاولاني كان جرام بوزيتيف كتير ويا دوبك جرام نيجاتيف قد كده. لما هيجي جيل تاني بعدين هتقل البوزيتيفيتي وتزيد النيجاتيفيتي. والجيل التالت نفس الكلام، تقل قوي النيجاتيفيتي وتلاقي ده اكتف كتير ضد
النيجاتيف. الكلى الرابع بيور نيجاتيف. ماشي؟ يبقى ده الفرق الرئيسي ما بين الاربع اجيال بتاعت السيفيروسبورين من حيث السبيكترم. كل ما بجيب جيل جديد من السيفيروسبورينز هلاقي السبيكترم يبقى للجرام نيجاتيف، لدرجه الجيل الاخير ده فيهم واحد بس اسمه سيفي بيم. سيفي بيم، سيفي بيم ده بيور جرام نيجاتيف. سيفي بيم ده بيور جرام نيجاتيف، والسيفي بيم ده ضد كمان السودومونز. عشان الشاطر منكم يجمع مين الادويه ضد السودومونز، خدنا الانتي سودومونال بنسلينز، دلوقتي هو بقول السيفي بيم فورس جنريشن سيفيروسبورين. في واحد في السرد هيبقى برضو اكتب السيفيروسبورينز مسمياتها تبدا بسيف، سيف او سيفالو او سيفالي او سيفا. خدت بالكم بهذه المسميات، الاقي هذه المصطلحات اعرف ان ده سيفيروسبورين. تمام؟ فعشان كده نلاقي مثلا في الجيل الاول في عندنا سيفا زولين، سيفا ليكسين، يعني وانت طالع وتنزل بعديها سيفا زولين، سيفا ليكسين هتنزل بعدين سيفا ليكسين، سيفا دروكسين تطلع، اطلع وانزل، اطلع وانزل كده هو انا هتتمرجع. تمام؟ سيفا زولين، سيفا دروكسين، سيفا ليكسين. هذا الجيل الاول نوت دراجز اوف تشويس فور اني تايب اوف انفكشنز. على بلاطه كده، يعني اي دكتور يكتب لاي انفكشن فيرست جنريشن سيفيروسبورين غلطان، سيس جنريشن بيتاخد بس بعد الجراحه اكتر. لكن ممكن الاقي واحد عنده تونسيلايتس فالنجايتس مش عارف ايه، تلاقي الدكتور كاتب فيرست جنريشن. This is not the first choice for any type of infection. ده بنخليه لبعد الجراحه عشان نمنع الانفكشن. وهنشوف معلومات معينه ده اكتف طبعا ضد الجرام بوزيتيف. وفي كمان سيفالوريدين. تمام؟ سيفالو برضه نسيت اقول لكم، يبقى سيفالي او سيفالو او سيفا بس. فاهمين؟ ماشي يا دكاتره؟ الجيل الثاني بقى هتقل البوزيتيفيتي وتزيد. اتكلموا، لازم بالكلام يبقى هنحفظ مش هنفضل كده. في واحد منهم لما تقوله كده كانك بتنتهي شخص قدامك. الانا ايروبيك دي مغلبانه وهتبقى انفكشن بايخ. وكان البنسلين جي اكتف ضد اللي هو كوليستريت امبرفرنجنس لو تفتكر. هنا بقى من الجيل الثاني انتي بايوتيك اسمه سيفوكسيتين اكتف ضد الانا ايروبيك اورجانيزم. يعني انا لما اجي انتهي شخص اقول له واعلي صوتي كده اهو سيفوكسيتين، يا انا ايروبيك انت مغلباني سيفوكسيتين. افتكروا كده، هنحاول نلزق الدنيا، هنلزقها. طيب في واحد تاني عنده upper respiratory tract infection، nasal infection، عنده sinusitis، rhinitis، التهاب في الانف، rhinitis، otitis في الحته دي. وانت بتشرب الميه بكوبايه ميه بتخبط في النوز وتفتكر الحاجات دي، صح ولا غلط؟ كل واحد بيشرب فينا اول ما يشرب كوبايه تروح خبطه في نوزه. تمام؟ يفتكر الله راينايتس وساينوسايتس واوتايتس الحته دي كلها، وانا بشرب والميه بشرب ميه والميه فيها كلور، يبقى افتكر سيفا كلور. سيفا كلور ده تاني واحد او من السكند جنريشن سيفيروسبورينز اكتب يا جماعه ضد الانفكشن في المناطق ديت اللي هي الراينايتس والساينوسايتس والبوتايتس. يبقى حفظناها ولا ما حفظناهاش؟ سهل مش كده؟ قولوا لي اي حاجه يا ناس، قولوا لي اي حاجه يا ناس، عرفوني ماشيه الامور ولا لا. سيل ديجنريشن، سيل ديجنريشن. نسيت اقول لكم واحد من السكند ديجنريشن مهم جدا. الواحد دوت المهم جدا هي واحدة أساسا اسمها زينات. سكند جنريشن زينات. زينات ده اسم تجاري لدواء اسمه سوفت سيف يوروكسم. سيف يوروكسم عندنا في مصر، حتى في مصر الستات بيروحوها يعملوا شوبينج هناك، يجيبوا حاجات خاصة بيهم كده هو لبسوا كلام زي كده اسمها روكسي. فالست ديت رايحة إيه؟
رايحه روكسي، يبقى اسمها ايه واسمها تجاريا فعلا الدواء ده تجاريا، هتلاقوه في الصيدليه تحت مسمى زينات، كان صاحب مصنع الادويه مراته اسمها زينات، زينات دي اسمها سيفيوروكسين. انا ليه بقول المعلومه بهذه الطريقه؟ لان السكند جنريشن ده ما بيعديش البلاد برين بارير، ما بيروحش البلاد برين بارير الا سيفيوروكسين. يبقى هي هتروح زينات، هتروح هتكروس البلاد برين بارير، هتروح روكسي. افتكر سيفيوروكسين بانه سكند جنريشن اند كروس بلاد برين بارير. مالكوا في ايه؟ مش فاهم يعني. لا عارف، انا لو رحت جنازه يمكن هفرح اكتر من كده بامان، هضحك، افتكر كده نكته واخدين لبالكم وهضحك في الجنازه، اخلي الناس تقوم تضربني من كتر الضحك اللي انا هضحكه في الجنازه. انا دلوقتي قاعد بقول حاجه تسهل عليكم وانتوا متجهمين الوجه خالص، في كده وجهكم في ماسك او عاملين شد لعضلاتكم، شد كده اهو، العضلات دي مشدوده، عاملين 111 في البتاع كده. الانسان سيفاكلور ساينوسايتس راينايتس اوتايتس سيفيوروكسين ده سكند جنريشن سيفالوسبورين كروس البلاد برين بارير، هيروح البلاد. طب هيروح بايه؟ بتاكسي. هي هتروح بتاكسي. في عندنا في الثيرد جنريشن بقى سيفالوسبورين اسمه سيفوتاكسيم، سيفوتاكسيم. يبقى افتكر سكند جنريشن سيفيوروكسي هتروح بتاكسي في الثيرد جنريشن. ماشي، بنلزق على قد ما اقدر، على قد ما اقدر. الثيرد جنريشن في واحد هو الفيرست تشويس في ثلاثه انفكشن، هو من الثيرد جنريشن وهو الفيرست تشويس في ثلاثه انفكشن. اللي هو ايه الثلاثه انفكشن؟ سالمونيلا اللي بتعمل التايفويد وجونوريا ومننجايتس. سالمونيلا جونوريا مننجايتس، هو اسمه سيف تراي اوكسون. يبقى سيف تراي اوكسون اللي فيه تراي وتراي يعني ثلاثه، وهو من الثيرد جنريشن وهو الفيرست تشويس في ثلاثه انفكشنز اللي هي سالمونيلا، هتدرسوا في الميكروبيولوجي اللي سمعته عن التايفويد، واحد يجي بقى بطنه كده اكل ساندوتش كده بيرمرم كده بياكل اي حاجه في الشارع ويروح مطعم اي كلام ويروح ياكل اي حاجه ياخد انفكشن اسمه سالمونيلا تايفويد. فاهمين ازاي؟ ياخد التايفويد دي اول دواء واحسن دواء ليها هو السيفترايكسون، والجونوريا احسن دواء ليها السيفترايكسون، وبعدين بنسلم جي خلاص. والمننجايتس نايسيريا من هو الفيرست تشويس في ثلاثه انفكشن سيفترايكسون، مميز جدا السيفترايكسون، وبينزل في البايل، في البايل هذا السيفترايكسون بينزل في البايل، معلومه مهمه جدا عشان كده اقدر اخده في حالات الرينال امبيرمنت، لان السيفيروسبونز كلها ما ينفعش تتاخد في الرينال امبيرمنت. السيفيروسبونز كلها بتخرج عن طريق الكدني، ولو في رينال امبيرمنت ما اقدرش اد السيفيروسبونز بصفه عامه، لكن السيفترايكسون بينزل في البايل. وبمناسبه البايل ايضا السيفبيرازون اللي فيه حرف بي، بي تقيله، بينزل في البايل ايضا. بي تقيله بينزل في البايل، وسيبيرازون بيعمل بليدنج تندنسي، بليدنج. شوف جايه ازاي المصادفات، اللي بيعمل بليدنج انتي سودومونال بنسلنس، بنسلنس ضد السودومونال، وسيبيرازون البيرازون بينزل في البايل. وانا بذاكر احط دايره على البي، سيبيرازون بينزل في البايل وبيعمل بليدنج تندنسي. بي 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 بي. اوكي دكاتره فاهمين؟ العملية صعبة النهاردة لازم تركزوا، توصلوا دماغكم وتعمل معسكر في البيت، تذاكر كويس وتسمع الكلام ده كويس. سيفوتاكسي اهو اللي انا قلت عليه، اللي بتروح بمين؟ اللي بتروح بيه زينات. ليه؟ لروكسي. تمام. فسيفوتاكسين في الثيرد جنريشن من ضمن اشهر الانتيبيوتيك. وفي حاجة زي الزفت بقى في الثيرد جنريشن، واحد اسمه سيفتا
زيتيم، في حرف زد زد زف 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 زفتا زيتيم زفتا زيتيم زيتيم ده اهو زيتيم ده اهو اكتف ايضا ضد السودوموناس. يا ربي مين ضد السودوموناس حتى هذه اللحظه؟ انتي سودوموناس بنسلن سيفيبيم فورست جينيريشن سيفتا زيتيم، وينفع سيفتا زيتيم كمان للان ايروبيك اورجانيزم لانها بكتيريا زي الزفت زفت زفت سيفتا زيتيم ان ايروبيك سيفتا زيتيم ان ايروبيك سيفتا زيتيم سودوموناس لانها بكتيريا زفت زفت زفت. اوكي افتكروا هذا كلام بجد هتبقى سهله صدقوني لو قعدتوا تعملوا الحركات الغبيه اللي بعملها دي. يا دكاتره بالنسبه للبيتا لاكتاميز مين يكسرهم بقى؟ يعني نلاقي الفورست جينيريشن والثيرد جينيريشن من الحاجات اللي بتقاوم البيتا لاكتاميز من الحاجات اللي بتقاوم، لكن الفيرست والسكند جينيريشن لا يقل للبيتا لاكتاميز. ماشي مهمه جدا هذه المعلومه لان هم بيتا لاكتا، فلازم اسال نفسي سؤال هل انت عرضه للبيتا لاكتاميز؟ الاجيال القديمه تقول اه انا عرضه انا عرضه. الجيل الثالث والرابع يبقى الريزيستنس بتاعته للبيتا لاكتاميز افضل. ماشي فاهمين ولا لا؟ السرد يعدي براد برين باري سكند السكند الوحيد اللي بيعدي سيفيروكسون. ماشي طيب بقى بص بقى للمنظر ده هتقولوا ايه ده هنفذ؟ لا انا مش عايز الحفظ ولا البتاع، انا عايز بس اشوف ان الفيرست جنريشن شوف السبيكترم ضد مين، مين اكتر بوزيتيف والنيجاتيف. شايف شايف في السيرد في السكند جنريشن ايه اللي حصل؟ النيجاتيفيتي زادت جدا اهي نيجاتيف كوكاي ونيجاتيف بتاع ده. اكتف ضد ان ايروبيك السكند ولا لا؟ استيفوكسيتين 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 اكتف ضد الان ايروبيك. هو واحد تاني اسمه سيفو تيتان تيتان ان ايروبيك سيفو تيتان وسيفوكسيتين من السكند جنريشن، لكن السكند جنريشن واضح تماما ان هو اكتف اكتر ضد الجرام نيجاتيف وتو ليس اكستنت الجرام بوزيتيف. بص للثيرد جنريشن زادت النيجاتيفيتي اكتر مش كده ولا لا؟ الثيرد الجرام نيجاتيف كوكاي جرام نيجاتيف رود زادت اكتر. مش هنحفظ كل الحاجات دي خدت بالك، انا مش عايز حفظ الكلام ده اوكي، بس لما اللي هقوله يتحفظ. يعني ان ايروبيك مين ضد الان ايروبيك حتى هذه اللحظه؟ البنسلين جي ضد كوليستريدين برفرنجنز استيفوكسيتين والسيفوتيدان من السكند جنريشن سيفيروسبورين. ماشي يا دكاتره؟ ماشي والثيرد جنريشن والسيفيبيم ده فورس جنريشن ده نيجاتيف بيور بقى ده بيور الفورس جنريشن عشان كده ما حطيناهوش. الانديكيشنز بقى بتاعت سيفيروسبورين هي تتاخد في انفكشنز كتير ريسبيراتوري ويورينري وسكين وما اعرفش ايه وحاجات كتيره جدا جدا انفكشنز كتيره جدا. Undiagnosed sepsis فاكرين لما قلت لكم بايركسيا اوف unknown origin يعني انفكشن انفكشن انا مش عارف انا كلينيكال الشخص فري في كل مكان، لكن انت عملت كالتشر للزوايا كتير من ضمنها الدم وجد ان في سبسس. يعني ايه سبسس في الدم؟ سبسس يعني البكتيريا والتوكسين. يعني انا لو بكتيريا بس في الدم اقول عليها بكتيريميا، لو توكسينز في الدم بس اقول توكسينيا، لكن لما يبقى البكتيريا والتوكسينز كمان لا ده يبقى اسمه سيبسيس. تمام سيبسيس يعني البكتيريا والتوكسينز في الدم ده كسيبتسيميا. انا دلوقتي في سيبتسيميا في فيبر انا مش عارفها انا اقدر ادي السيفيروسبورين لان السبيكترم بتاعه واسع زي ما انتم شفتوا الاجيال كلها مش كده ولا لا؟ اقدر اديها عادي اوكي. طبعا في السيفيروكسين ما هو الثيرد جنريشن في حالات المينينجايتس لان قلنا سيفيروكسين من السكند كروس الباريرز اللي هي سي اس اف بلاد او بلاد برين باريرز سيفيروكسين والسيرد ده كروس كروس ده اكيد كروس السيرد كروس. ماشي يا دكاتره عشان خاطري اتكسروا شويه. سيفوكسيدين ده الايه بقى لما اسمع اسمه؟ ان ايروبيك انفكشن ان ايروبيك انفكشن كومن جدا. دكتور النسائيه يلاقي فاجينال كده انفكشنز ويز باد اودر بيبقى بيدي السيفوكسيدين سيفوكسيدين فور ان ايروبيك خصوصا اهو الان ايروبيك دي تلاقيها في الاماكن الهيدن زي ما قلت قبل كده انترا ابدومينال تحت الدايفرام كده في الابدومين المستخبيه ماشي او نلاقيها في الجاينيكولوجيك انفكشنز اللي هي
الالتهابات النسائيه من ضمنها الكلام. هنا بقى نركز بقى في هذا الدايجرام، عايز منه معلومات فقط. ايه اللي هقوله؟ ايه اللي هقوله؟ يعني انا اعرف السيفازولين من الفيرست جينيريشن، اعرف عنه معلومه مهمه قوي. هذا السيفازولين اشهر معلومه عنه ان هو الهاف لايف بتاعه طويل، يحب يقعد في الجسم كتير وبالذات للبون. يعني لما خدنا الجنرال وقلنا الديستريبيوشن، قلنا في كده دراجز بتحب انها تقعد في التشو. السيفازولين من اشهر معلومات لازم اعرف عنه الهاف لايف الطويل بتاعه، نتيجه انه بيحب يقعد فين؟ في البون. تمام؟ اعرف اعلم عليها كده في السلايد ان هي البون. تمام؟ لكن اذروايز سيفالكسين ده اورال فيلفارنجايز ماشي. يمكن انا قلت ان الفيرست جنريشن نوت ذا دراج اوف تشويس فور اني تايب اوف انفكشن. تمام؟ سيفالكسين بيتاخد في حالات الفارنجايز اوكي اورال، وهو الفيرست كله اورال، الفيرست والسكند معظمهم اورال. تمام؟ الفيرست والسكند اورال، الثيرد والفورث تلاقيهم انجكشنز. ماشي يا دكاتره؟ طيب في السكند جنريشن ده بقى لازم اقف عند مين اللي بيكروس البارير المهم جدا دوت؟ سيفيوروكسين، اللي هو بيكروس البلاد برين بارير ويوصل للسي. يعني ده حاجه غريبه عن السكند جنريشن، ان الاقي فيهم واحد بيقدر يوصل للسي ان اس. خدت بالكم سيفيوروكسين تلاقي ليه لونج هاف لايف لانه كروس زي ما انتم شايفين الباريرز اللي هي دي، ويتاخد طبعا في النيمونيا برونكايتس اي حاجه مش مشكله. اوكي؟ نعم سيفيروكسين؟ لا 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 لا، السيفوبيرازون اللي هو بيتاخد السودومونس، السيفوبيرازون ده سيرد جنريشن. طب هنلاقي اللذيذ بقى في السيفيروكسين ان هو السيفيروكسين اكسيتيل بقى، السيفيروكسين اكسيتيل. احنا قلنا السيرد والفورس ايه موقفهم بالنسبه للبيتا لاكتاميز؟ السيرد والفورس بيقاوموا، السكند لا ما بيقاومش. ده بقى السيفيروكسين بيقاوم، يبقى ده اكسبشن في حاجات كده ده يونيك سكند جنريشن سيفيروسبورين، من حيث انه بيكروس البلاد برين بارير، ومن حيث ان هو لسه سيبتبل للبيتا لاكتاميز اللي كانت مهمه جدا اهو. ولذلك هو اكتف ضد البيتا لاكتاميز بروديوسنج اورجانيزم. غريبه دي، انا غريب ان الاقي سكند جنريشن ويعالج بيتا لاكتاميز بروديوسنج اورجانيزم. مين في البنسلين كان يعالج بيتا لاكتاميز بروديوسنج اورجانيزم؟ مين شاطر ومركز في المحاضره يقول لي مين في البنسلينز بيبقى اكتف ضد البيتا لاكتاميز بروديوسنج اورجانيزم؟ سوار؟ لا في البنسلينز، في البنسلينز مين اللي كان ضد البنسلينز بروديوسنج اورجانيزم؟ السكند الانتي ستافيلوكوكال، الانتي ستافيلوكوكال بنسلينز. تمام؟ هنا في السيفالوسبور السيرد والفورس يقاوم البيتا لاكتاميز، يعني 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 هو اكتف ضد البيتا لاكتاميز بروديوس. السكند مفيش غير السيفيروكسين منه. طب السيرد جنريشن بقى، السيرد اللي انا قلته ايه بقى؟ اللي انا قلته هنا ان السيفترايوكسون اعرف عنه ان هو معلومتين مهمين، اعرف عنه ان هو الفيرست تشويس في ثلاثه انفكشن، لانه سيفترايوكسون في السالمونيلا والمننجايتس والجونوريا. ماشي؟ واعرف عن السيفترايوكسون انه غير كل السيفيروسبورينز بينزل في البايب. ماشي يا دكاتره؟ عشان كده كان بي جيفن في حالات الرينال امبيرمنت، ولو جبت لك حاله وقلت لك ده عنده رينال امبيرمنت يو شود ادجاست دوز اوف سيفترايوكسون، تقول لي كذاب. ليه كذاب؟ لانه لا يعتمد السيفترايوكسون على انه يخرج عن طريق الكدني. تمام؟ وبيخرج عن طريق البايب. ماشي؟ فاهمين؟ طب انا عايز بقى سيرد جنريشن يبقى اورال، لان غالبا السيرد جنريشنز انجكشن. نلاقي السيفا دينير، سيف دينير، سيف دينير، سيف دينير ده اورال، اورال سيف دينير، وسيفكزيم، سيفكزيم، سيفكزيم، وسيف دينير. ما قلناش لا سيفالو ولا سيفالي ولا سيفا، قلنا سيف وبس. فسيف وبس موجوده في السيرد جنريشن، سيف دينير وسيفكزيم دولت اورال. واول ما اقول اورال اورال سيرد اورال سيرد اورال دولت دولة مهمة هذه المعلومة جدا. ماشي يا دكاترة؟ ايه من السيرد الاقيه اورال في السيف دينير والبتاع؟
سيفو تاكسي، تاكسي اكيد ده بيكروس البلاتري البري، اكيد اكيد ده اللي خدته زينات عشان توصل روكس. سيفتا زيديم ست سيفت، يبقى ان ايروبيك وسودومونس، ان ايروبيك وسودومونس، ان ايروبيك وسودومونس. طيب ماشي، في 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 كمان السيفتا زون قلناه، سيف بيم، سيف بيم خلاص ده بس نعرف انه ضد الجرام نيجاتيف، ده بيور جرام نيجاتيف وضد السودومونس. ماشي ده كتره ولا مش ماشي ده كتره؟ ها اخر معلومه ان السيل فورس جنريشن سي في بين اكتف ضد السودومونس، وهو بيور جرام نيجاتيف، جرام نيجاتيف بس في السيل. في سيفتازيدين جمعوا الدراجز اكتف ضد السودومونس، ماشي جمعوا في السيل ده مين؟ اورال سيفتينين وسيفيكسين. في سيفت بيوتين برضو بس مش مشكله تحفظه كتير، كفايه علينا سيفت نيل وسيفيكسين. خلاص بقت الموضوع سهله ولا صعبه لغايه دلوقتي؟ سيفبرازون ده ايه نعرف عنه معلومه؟ بي 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 يبقى بايل بايل بايل. شفت انت عمال ايه؟ سيفبرازون بي 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 وعمال بي دي تضم شفايفك وتنطقها بعنف وبعدين تروح فاكك شفايفك وتقول بايل بايل بايل. سوف برازون 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 باين باين يدخل يقول له المجنون اه اه المجنون اه سوف برازون 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 باين باين باين. طب يخرج عن طريق باين، ولو عمل ادفنس ايفكت هيبقى ايه؟ طالما يخرج عن طريق باين يبقى ايه؟ يقعد يترسب كده في الباين ويعمل شويه حصاوي كده، حصوات سموها ليسيزس، حصوه يعني ليس ال اي تي اتش ليس ليسيزس، عمليه تكوين الحصوه. والبايل كولي يبقى كولي لسيزس، كولي لسيزس بيعمل كولي سيزس، هقولها في السايد افكت عشان بيخرج عن طريق البايل. ماشي سيفت سيف سيفو تاكسين قلنا وصوله للسي ان اس في المانجر. ادي الادفرس افكت بقى، مفيش مفيش يا ناس سيفر سبورن، ما يبقاش في سيف خالص. ناس نعرف واحد مميز قوي لو نطقته ما تلاقيش سيف، اسمه اوكسا لاكتا. بتدور فين سيف؟ فين سيفالو؟ فين سيفالي؟ فين سيف سفرة؟ فين أي سيف في الدنيا؟ ده موكس أكتم، موكس أكتم ده سيف جنريشن سيف أسبورن، وبيعمل بريدنج تندنسي زي مين؟ زي مين؟ زي السيف بيرازون وزي الأنتي سودومونا بريمسندنس. ده يبقى مميز ولا مش مميز موكس أكتم؟ يبقى من حقه أحفظه ولا مش من حقه أحفظه؟ حتى أحفظه نص صح ولا غلط؟ كده يا دكتور ممكن ايه بريك؟ لا انا قربت اخلص. لا بريك لا، ده الدكتور زيد هيجي يموتني. ده الدكتور زيد هيقول لي ايه ده خرجتهم ده لسه هم. لا انا لا انت عايز انت بتفسدي التعليم، انت هتفسدي التعليم. بريك بريك ايه؟ ماشي لا معلش انت 10 دقائق خلاص ايه قرب تمام. فالدكاتره مهم جدا نعرف نعرف ايه اكيد اكيد زي البنسلين، مش زي البنسلين في الميكانيزم، مش هم سيفون انهبيتور، هنلاقي سيفر سبورين بيعملوا الرجي هايبر سنسيتيفيتي زيهم زي البنسلين، الرجي كروس الرجي 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 يا جماعه. يبقى اذا انت هيجي لك مريض في يوم من الايام هيبقى عنده الرجي للبنسلين، هل بقى بحماقه تصر انك تديله سيفر سبورين انتروفينوس؟ لا، لان هم مشتركين في الاستراكشر، ده بيتا لاكتام وده بيتا لاكتام، وده بيسموه كروس انرجي. يعني انا سيفيروسبورين هتصرم بسبب ان انا اقرب لك يا بنسلين. ده انا كان نفسي الدكتور يكتبني لهذا المريض، بس انت قلت للدكتور انا عندي حساسيه من البنسلين فانا هتصرم دلوقتي، وانا عشان شبهك دلوقتي انا الدكتور بطل هيديني، مش هيديني في حالات الالرجي، انا في كروس انرجي. انا ممكن ادي اورال واتجنب، يعني اقول خلاص عنده الرجي من البنسلين بس نقدر ندي اورال السيفيروسبورين، لكن انتروفينوس ابسوليوتلي كونترا انديكيت، ما ينفعش. لازم المعلومه دي تبقى عارفها قبل ما تكتب سيفيروسبورين، اعرف المريض ده عنده حساسيه من البنسلين ولا لا، وما تسالهوش تقول له انت عندك حساسيه من البنسلين عشان يقول لك اه اه اه، ما هو اي حاجه هيقول لك اه. تساله بطريقه غريبه، قبل كده اخدت اي انتي بيوتيك مثلا اي مضادات حيوية تعبتك؟ ما عملولكش اختبار في مره في ده؟ يقول لك اه ده في يوم من الايام فعلا رحت وعملوا لي اختبار كده وعلموني على ايديا دايره كده اهو، عملوا لي اختبار الرجي تيست، خدت بالك عشان يشوفوا الحساسيه، مش تقول له عندك حساسيه من البنسلين؟
فيقول لك يبقى له الطريقه غامضه ماشي، ما تندلقش كده قدام المريض لان المريض هيوقعك. تمام. فالالرجي ده كده زي ما قلت لكم السيفروسكور النيفروتوكسيك بتخرج، هي بتخرج عن طريق الكدني وتاذي الكدني نيفروتوكسيك. نبدا نجمع بقى، هتبدا حاجات تظهر في الدنيا، مين نيفروتوكسيك مين هيباتوتوكسيك مين بيعمل بليدنج تندنس. ده انت هتعمل مين بقى اللي انا ما اخافش منه من السيفر سكورين؟ لو المريض عملت له تحاليل وطلع عنده فعلا رينال امبيرمنت، او هو اوريدي عندي في المستشفى انا متاكد انه عنده رينال امبيرمنت، مين يا ترى؟ السيفوبيرازون واللي بيخرج عن طريقه، وفي كمان واحد تاني سيف ترايوكسون، اثنين بيخرجوا في البايب سيفوبيرازون وسيف ترايوكسون. شوف اي معلومه في السيفر سكورين هتجرك لحاجات وانت بتذاكر هتتجنن النهارده. تمام. سيف بيرازون بيدنج تندنسي بيخرج عن طريق البايب وماشي، وسيف بيرازون غيره سيف ترايبسون بينزل في البايب، سيف تراي ثلاثه ده من السيفت جنريشن، وسيفت جنريشن في واحد زي الزف سيف تازيدين، وفي واحد وهم كلهم بيكروس البلاد برين بارير. النهارده هتشبك كل حاجه مع بعض بطريقه بمنتهى الدراما. النهارده دراما الفارما ستبدا من اليوم. تمام. اي انتي بايوتيك لما تتحقن في العضله تعمل الم وتعمل انفلاميشن في الفين. انفلاميشن الفين اسمه ايه؟ الفين لما اقول ملتهب اقول عليه فليب بايتس. ولما يتهان مضاد حيوي في الوريد ويعمل التهاب في الوريد مع تضلل كمان يتضلل من كلكع الوريد ده اسمها ثرومبو فليب بايتس. تضلل في الوريد مع التهاب الوريد. اي مضاد حيوي وانت بتدهنه انترافينوس محتمل يعمل الثرومبو فليب بايتس دي، ومن اشهرها السيفروسكور. زي ما قلت لك الموكسالكتام ده سيرت جنريشن، والسيفوبيرازون بيعملوا بليدنج تندنسي. تمام. بيعملوا احتماليه بيمنعوا التجلط ويعملوا نزيف زي ما قلنا. شوف بقى الاخيره ديت اللي هي السيف ترايوسون. سيف ترايوسون بيخرج عن طريق ايه؟ البايل. والبايل هيبقى فيه بقى اللي هي حته بيليارين سودو او كولي ليسيزس. ايه ليه سودو؟ ليه سودو؟ سودو كاذبه، يعني هل المريض ده فيه حصوه فعلا في البايل ولا هو علشان الدراج ده بينزل في البايل سلو في البايل فيحسسك ان فيه حصوه في البايل، وتلاقي الشخص ده اصفر كده وبقى عنده كاني علامه من علامات الحصاوه، الحصوه في هنا في الاردن الحصوه في المراره او الحصوه في الكلى بيسموها حصوه ولا بيسموها ايه؟ حصوه برضه صح؟ تمام؟ انا كنت فاكر ممكن تكون حجره مثلا في البايل ولا حاجه. مين ضد السودوموناس من السيفروسكورين يا ترى يا ترى يا ترى؟ سيفيميم وسيفتازيدين انتي سودوموناس سيفروسكورين مش كده؟ وبالمره برضه سيفوبيرازون. يا سلام يا سيفوبيرازون، انت كمان ضد بي يا ناس في السيفوبيرازون بضنطة بتقول لكم ارجوكم سيفوبيرازون. النهارده تعمل لوحه كده سيفوبيرازون يخرج في البايل يعدي البلاد برين بارير يعمل يبقى اكتف ضد السودوموناس يعمل بليدنج تندنسي. بيس كتيره تخص السيفوبيرازون. يبقى السيفوبيرازون والسيفيبيم والسيفتازيدين ضد السودوموناس. تمام. تعالوا الاثر بتلاتب بقى مجموعه اسمها كاربابين. ما يهمنيش الاسم اللي فوق اللي هو الكاربابين، يهمني ان فيهم واحد اسمه ايمي بينم. ايمي اي واحده اسمها ايمي تفتكروا ايمي بينم. ايمي بينم وابنها الصغير الكيوت ده اسمه ميرو بينم او بنتها ميرو بينم وايمي بينم، دول تبع الكاربابينم. والكاربابينم بتلاكتب هذا الايمي بينم هذا النوع هذا المجموعه من السيرول انهبيتورز برود سبيكتروم واكتف ضد الانايروبيك واكتف ضد السودوموناس. افرحوا ده انا بقى طالب بالفرحه، مش بقول لك انا شايف الفرحه ده انا بقول لك افرح. لقينا في يوم من الايام دراج اكتف ضد حاجات جرام نيجاتيف وجرام بوزيتيف وانايروبيك وسودوموناس. هل هناك انسب من هذا الكلام؟ ومش بس كده، ده الاورجانيزم اللي بتطلع بيتا لاكتاميز هقدر عليها.
هقدر على البيتا لاكتاميز بروديوسنج اورجانيزم زي الاستاف اللي قاومت الكلوكسا اللي كانت تنفع على الكلوكسا الكلوكسا المجموعه اللي هي انتستافيلو استافيلوكوكا. صح يا دكاتره، مهمه جدا ان الام بي هذا بس الحلو ما يكملش، بس الحلو ما يكملش. اجي الاقي معلومه تعكنن عليا وتقول لي ان الام بي بيروح اليورين يلاقي في اليورين انزيم اسمه داي هيدروبيبتايديز انزيم يكسر الام بينا. فبالتالي دلوقتي اروح انا ايه اقول لا؟ لا انا سالت في اللحظه دي، بس انا هجيب احط مع الام بينا حاجه تمنع الرينال بيبتايديز عشان احافظ عليك يا ام بينا. ضد الاكتيف ضد الجرام نيجاتيف والانايروب والسودومونس وضد اللي هي بتلاكتاميز بروديوسنج. انت فيك حاجات كتير وانت بكتيري سايدر وانت سيرول انهبيتور رائع 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 رائع، ولكنك بتتكسر. فنحط بقى مع الام بي ان حاجه اسمها سيلاستاتين. سيلاستاتين اذا النهارده ما فائده اضافه الكلاجيولانيك مع الاموكسيسيلين وما فائده اضافه السيلاستاتين مع الام بي ان؟ السيلاستاتين يحافظ على الام بي ان، ده نوع من البوتنشيشن. السيلاستاتين ليس له اي انتي بكتيريال اكتيفيتي اطلاقا، زيرو بلس 1 اكتر من 1. ام بي ان في وجودك السيلاستاتين هيقدر يحافظ على نفسه ويقدر ان هو ما يتكسرش ويقدر يسجل المحاضره بالبتاع ده اللي هكسره. انت بتسجل المحاضره انا عارف، خبيث شديد. طب افرح انا بقى كده صح ولا غلط؟ ازعل تاني، ازعل تاني، هفرح وازعل. ام بي ان مع الام بي ان ده بقى اكتر سايد افكت يعمله وخطير وخطير وانا بحقنه يعمل كونفرجنس، تشنجات، سيجرز. سيجرز يعني كونفرجنس يعني تشنجات. خلاص يبقى بقى ايه بقى؟ لا انا دلوقتي سعيد افرح من جديد بعدين واقول لا ده الميروبينم ما بيعملش تشنجات، اقل انسيدنس اوف كونفرجنس. شفت ازاي في الميروبينم؟ لو واحد طبعا عنده الرجي من بنسرين لا ما ينفعش ياخد اميبينم لانه ستيل بيتالكتر. ماشي ماشي ولا لا؟ يبقى دلوقتي الاميبينم والميروبينم عرفنا مشاكلهم وعرفنا الحاجات بتاعتهم. بيروحوا للسي اس اف في حاجه جميله قوي، خلي بالكم، بس هي زي البنسرين برضه ما لسه ما جاش الانتي بايوتيك اللي يكروس السي اس اف والمننجيز انتاكت حتى هذه اللحظه. الاميبينم بيروح للسي اس اف بس زي البنسلين لو المننجيز انفلين. ماشي لو المننجيز كانت انفلين. خلاص ادي اهو الاميبينم سيلاستاتين يعمل نوزيا وكوم. اول ما يجي سايد افكت نوزيا وكومتنج ودايريه تجاهله، لان اي انتي بايوتيك بيعمل نوزيا وكومتنج ودايريه. تمام. الطالب دايما لما كان بيتسلق في الامتحانات عموما عندنا في مصر ويجي سؤال ريتن كان اقول له ادفرس افكت اوف كذا، الاقي كاتب لي بقى بخط نوزيا رقم 1 2 فوميتنج 3 دايريه. ده عشان يقول لي طب ما تكتبهم في سطر واحد. وبعدين ما كل الانتي بايوتيك بتعمل كده، كنت بديله صفر على طول على طول، لان اي انتي بايوتيك بيعمل انوريكسيا ونوزيا وفوميتنج ودايريه وكلام زي كده. مين بيبروفوك سيجرز؟ سيجرز اللي هي تشنجات الام بينم، وليس ليس لايكلي انه يبقى الميروبين. اخر واحد في البيتا لاكتم، في البيتا لاكتم احنا ستيل في البيتا لاكتم اللي هم البنسلين سيفالوسبورين والكاربابينم اللي هم اثنين امي وابنها ام بينم وميروبينم. اخيرا مجموعه المونو باكتم اللي تلاقي فيها حلقه باكتم واحده اللي هو الاستيريو نام. قبل ما تنام ذاكر النهارده هذا الموضوع عشان في نهايه المذاكره هتلاقي واحد يقول لك استيريو نام. خلاص نام تمام، بس تصحى بقى ويجي لك كابوس الفارما يظهر في الليل ويقول لك استيريو نام. ده ايه ده؟ اكتف ضد مين؟ ده بقى اكتف ضد الجرام بوزيتيف، اكتف سوري ضد الجرام نيجاتيف، ده ضد الجرام نيجاتيف، ضد الجرام نيجاتيف بس انكلودنج سودومونس. انكلودنج ايه؟ سودومونس. يبقى مين اكتف ضد السودومونس؟ السودومونس هتجيلك في الحلم النهارده. السودومونس كان ضد انتي سودومونال بنسلين والسيفتازيديم والسيف بي بيم والسيفوبيرازون والاستيريو نام.
السيليونات اكتف ضد ايه؟ كنا متوقعين ان بعد ما جه الهيموبينم والمينوبينم يكمل المسيره للسيليونات، السيليونات يقول انا اكتف ضد الجرام نيجاتيف بس، اكتف ضد الجرام نيجاتيف بس انكلودنج السودوموناس اريجينوزا. ماشي؟ هتزعل انت بس كده انت اكتف ضد الجرام بس يا استريونام؟ يقول لك لا، انا فيها معلومه ستقدرها وانت نايم ستقف احتراما لي، احترم وانحني الي. انا الاستريونام. ليه؟ لماذا ايها الاستريونام؟ لاني اكتف ضد او اكتف لما الشخص يكون عنده الرجي من البنسلين، رغم اني قريب البنسلين لكن انا الاميونوجينيستي بتاعتي قليله جدا. فانت ايها الدكتور اذا جالك مريض في يوم من الايام وعنده الرجي من البنسلين يمكنك ان تعطيني انا الاستريونام. الم تتاثروا؟ ابدا. هذا ليس اميونوجينيك. بص المعلومه، بص المعلومه اللي انا بقراها فرحت قوي. شفتوا ايه؟ لو اميونولوجيك بوتنشال، لو ليتل كروس رياكتيفيتي مع البيتا لاكتام. يا استريونام، ما انت قريب البنسلين، ما انت قريب السيفالوسبورين، ما انت قريب الاميبينم والكربابينم، انت بيتا لاكتام برضه، ليه ما تعملش الرجي؟ انا عايزك تعمل الرجي. يقول لك انا الاميون سيستم لن يتاثر بيا، انا الاستريونام. ماشي يا دكاتره؟ مش عارف يعني المعلومه انتوا مش مقدرينها ليه؟ هذه معلومه تقدر يا دكاتره، تقدر. انت في يوم من الايام هيبقى نفسك تدي سير وول انهبيتور ولكن خايف من الرجي، لكن انت تقدر تدي الاستريونام بشجاعه وقوه. تمام؟ ده اسمه ازاكدم في السوق، ومن الحاجات الظريفه جدا اهو. خد بالك، اتريت بيشنتس وار الرجيك اور انيبل تو توليريت بنسلين او سيفالوسبور. معلومه زي كده انا قلت لك هتقف بالليل بعد ما نمت تقف تحترم الاستريونام مرجوك. ماشي؟ اه. ضد البوزيتيف وليه حاجات تاني؟ لا ريجاردنج البيتا لاكتام، لا ريجاردنج البيتا لاكتام يعني هو بيتا لاكتام، لكن في انتي بايوتيك ثانيه هتبقى ضد الجرام بوزيتيف ما فيهاش، ما بتعملش الرجي. ممكن. ماشي؟ لكن انا لو عندي بنسلين او عندي بنسلين وعامل الرجي انا هقدر ادي الاستريونام يا دكاتره بكل شجاعه وكل قوه. اخيرا خلاص قربنا انتهينا تماما عشان نخلص البيتا لاكتام. سبايدر مان الفارماكولوجي هو الفانكومايسين. سبايدر مان بلونه الاحمر الجميل هو الفانكومايسين. في يوم من الايام هيجي لك حاله وتديها غالبا ميسيسيلين ريزيستنت ستاف اوريز زي ما اتفقنا مرسل. تمام؟ هتديها الفانكومايسين كلايف سيفنج، ولكن مش هتلاحظ الممرضه وهي بتحقنه باي انفيوجن. هتروح عامله انفيوجن، خد بالك، سريع وانت نايم في الـ في الـ في الغرفه بتاعتك في المستشفى ومش دريان. تصحى بقى على كارثه، الحقني يا دكتور. بص المريض عملت ايه؟ حقنت له الفانكومايسين بس بسرعه. كم نقطه يا ماما؟ انا سبت البتاع ده مفتوحه وانت ما قلتليش اعمله سلو، انت ما قلتليش. يخرب يا ربي عليك، تروح تبص للراجل تلاقيه ريد كله، لونه محمر تماما. خدت بالك؟ وسيفيرلي هايبوتنسيف، ضغط واطي جدا وداخل في شوك. خدت بالك؟ ليه كل ده؟ الفانكومايسين دخل الجسم عمل هيستامين ريليز، والهيستامين خلى الاوعيه الدمويه ايه بقى؟ توسع جدا جدا جدا، وتبقى تعمل فراشنج كده، وش الراجل محمر وكل جسمه عامل زي بالظبط ريد. هو ريد مان، هو سبايدر مان فعلا. خدت بالك؟ فالفانكومايسين ده اول بس ما اقراه افتكر ان ده سيل وول انهبيتور، بس مش بيتا لاكتام يا دكاتره. خدت بالكم؟ وهنا ده بقى شوف انا خلصت الاستريونام الزوار. الاستريونام كان ضد الجرام نيجاتيف، خدت بالك؟ بس كان بيتا لاكتام وكان بيجيفن ان الالرجي. تمام؟ الفانكومايسين ضد الجرام بوزيتيف، بس ضد الجرام بوزيتيف. فاهمين؟ ضد الجرام بوزيتيف. ارجع بقى اراجع البوزيتيف والنيجاتيف ديت من اول المحاضره. لازم تعمل كده. اه دكتوره رانيا، طبعا هدي كورتيكوستيرويد وهدي انتي هيستامينيك وهتصرف طبعا في حاله الالرجي ديت، وهدي حاجات علشان
بس ممكن يعني ما نحاولش. يعني هي نقطه مهمه جدا ان انا اراعى الانفيوجن بتاع الفانكوميسين يبقى سلو تماما 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 خلاص، وما اسيبش انا المريض اللي انا علقت له فانكوميسين في المستشفى اسيبه كده، لازم احط في اعتباري الريد بلاد سيندروم. ماشي لا مش مشكله دلوقتي، مش هتيجي الدوز دلوقتي ولا كام نقطه ولا الكلام ده كله. في الكلينيك انا هنقولها لك لما تيجي بقى دكتوره بجد بجد، يعني انت لسه دلوقتي دكتوره صغيره خالص. تمام، الفانكوميسين يا دكاتره زي ما انتم شايفين بيمنع السيل وول سينسيس، وبرده مش هقول لكم ازاي بالتفصيل، يعني جاست تعرف ان هو سيل وول انهبيتور بس. تمام، بيمنع ايه بالظبط مش لازم يعني في بس هو بيوضع في السيل وول، بيوضع في السيل وول خلاص، كفايه هذه المعلومه في الفانكوميسين. بص بقى الاسبيكترم كان ايه بقى الاسبيكترم؟ جرام بوزيتيف، احفظهم دول؟ لا لا ما تحفظهمش. طب هل يا ترى اكتف الفانكوميسين ضد الان ايروب؟ ايوه 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 ضد الان ايروب اكتف فعلا. يبقى ارجع بقى لنفس مين اكتف ضد الان ايروب واقول البنسلين جي ضد الكوليسترين امبرفرنجز، السكند جنريشن سيفوكسيتين وسيفوتيدان اكتف ضد الان ايروب، السيفتازيدين من الثيرد جنريشن اكتف ضد الان ايروب. خدت بالك الانبينم والكاربابينم اللي هم مجموعه الكاربابينمز ديت كانت اكتف ضد الان ايروب. الفانكوميسين اكتف برضه ضد الان ايروب، خصوصا حاجه كده تاخدوها في المايكرو اسمها كوليستريديوم. كوليستريديوم كوليستريديوم ديفيسيل، كوليستريديوم ديفيسيل احفظها دي ولا لا؟ احفظها، لازم لازم هذا الاورجانيزم لازم. ليه؟ ليه؟ لان انت في يوم من الايام هتدي دواء اسمه كليندامايسين انتي بايوتيك، ده الكليندامايسين وبالذات بتوع الاسنان دكاتره الاسنان يدوا الكليندامايسين اللي يبدا بحرف السي ال، يبدا بسي ال كليندامايسين. ماشي، دول اسنان يموتوا في الكليندامايسين. تمام، شعار دكاتره الاسنان كليندامايسين دايما يكتبوه. كوليسترول الكليندامايسين اول ما يدوه يحصل للمريض سوبر انفكشن باورجانيزم في البطن كده اسمه كوليستريديوم ديفيسيل. سي ال برضه كليندامايسين بيعمل ايه؟ كوليستريديوم سي ال بيعمل سي ال، كليندامايسين بيعمل كوليستريديوم ديفيسيل انفكشن. يجي المريض عندك او الشخص اللي بياخد كليندامايسين ده يقول لك يا دكتور ده انا كل شويه اروح الدبليو سي اعمل دايريا فيها ميوكس وفيها بلط وفيها حاجات زي كده. خلاص بقى ما تقلقنيش، خلاص خلاص كفايه ما تقولش. تمام، اديله ايه بقى ده؟ كليندامايسين عمل له كوليستريديوم ديفيسيل، اروح اديله فانكوميسين. يبقى فانكوميسين يعالج الكوليستريديوم ديفيسيل انديوست سودو ممبرينس كولايتس، التهاب في الكولون وفي ممبرينز كده بتنزل في الستولز وكده. بيتاخد ازاي هنا بقى الفانكوميسين؟ اورال اورال. الفانكوميسين غالبا في المستشفى بيتاخد باي انترافينوس في حالات الميسيسيلين ريزيستنت ستاف اوريوس اللي قلنا عليها، لكن في الكوليستريديوم ديفيسيل انديوست سودو ممبرينس كولايتس فانكوميسين يتاخد اورا. يبقى فصوره فارماكولوجيه تقدر تقولها فصوره، قول لي انتي بايوتيك بيعمل انفكشن ويعالج بانتي بايوتيك اخر. يبقى تقول لي كوليستريديوم الكليندامايسين بيعمل كوليستريديوم ديفيسيل تعالج بالفانكوميسين. سهله والله بتعملها سهله، بس انت تحملها، الفارماك بسيطه وسهله. ماشي، دايما حبب نفسك كده، ما تستهترش وتقول بص بيهزر، لا 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 انا مش بهزر، هي متعه حقيقيه انت حاول تستمتع بيها بهذا الشكل. اكتب كده دايجرام واعمل، انا النهارده عمال اقول لك حاجات ممكن اي دكتور يدخل يقول ايه ده؟ ليه الدكتور بيقول لهم هذا الكلام ومش عارف بي تي لا وبي بي بي وايه ايه ده؟ ما تقول بجد بقى وخليك دكتور بجد. لكن انا بحاول انا احفظ وانا بفهم. ماشي، نعم، اه اعمل كده، وانا كنت طالب اعمل كده، ارسم شكل واحط بي وبي وبي وبي. انا 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 بقول الكلام ده من وانا كنت بسجل بنفس الطريقه، صدقوني يعني ربنا مش بقول كده وهزار وخلاص والله. نعم، ايه نمونكس؟ اصوات؟ ام ار اس اي
قدامي يعني مرسى غرسة كلام زي دوت ماشي اكتف الفانكومايسين زي ما انتم شايفين ضد مرسى وضد مرسي ده في مستل ريزيستنت ستاف مش اوليس ستاف ابيدرميدس يا ستاف طلع لك اخت انت كنت ستاف اوليس في واحده تاني اسمها ستاف ابيدرميدس بتيجي في الكلب برضه الفانكومايسين اكتف الفانكومايسين اكتف ضد مستل ريزيستنت ستاف اوليس الفيديو اللي موجود على اللي هو مدته دقيقه على الفيسبوك اللي محدش راضي يعمل له لايكات كتير خدت بالكم تحتهم الجيري ده في الفانكومايسين ريزيستنت ستاف اوليس والمستل ريزيستنت ستاف اوليس ارجوكم اتفرجوا عليه المستل هيقاوم وبعدين هدي الفانكومايسين والفانكومايسين هيقاوم وهضطر ادي حاجه تاني غير الفانكومايسين بعدين هنقولها لكم هي اسمها لينيزولايد او ميترونيدازولايد ماشي يا دكاتره بس اخيرا بقى طبعا خلاص انت عرفت فانكومايسين بيعمل ايه يا جماعه الرجي رهيبه 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 تمام الصوره دي وصلتني الى ان هبقى في العنايه المركزه يحصل لي هايبوتنسيف هايبوتنشن وشوك وريدنس في كل مكان ريدمان سندروم فلاشنج وشوك وفيفر الرجي النهارده يوم الالرجي اللي سجلنا عملها سيفروسبورين عملها كل المجموعات النهارده عن فانكومايسين بيعمل نتيجه الهستامين ريليز بيعمل الالرجي الالرجي ده صور بسيطه ان الاقي نفسي سخن ان الاقي نفسي في راش كده اهو شيلز بقى شيلز يترك بقى دخلت الممرضه دخلت عليا الحق الحق اديت فانكومايسين بسرعه مين قال لك تديه بسرعه يا ماما؟ لانك تديه بطيء اروح الاقي بقى ايه المريض بتاع اخترتها ولونه محمد وايه بقى ويتدرب كده اهوت واروح الاقي نفسي في الطرقه بره انا الدكتور اللي رايح هو راح بقى من الشيلز دي اللي هي الرايكورز بقى بيرتعش بس مش ارتعش كده كانت البنك لدرجه ان اي حد قدامه هيشيله بقى تمام فالشيلز بقى وفيليبايتس فيليبايتس يعني فيليبايتس قلنا اي انتبيوتيك لما يتهان في الفين يعمل فيليبايتس التهاب كده في الوريد دكاتره وفلاشن وشوك شوك يعني ايه شوك؟ سيفير هايبوتنشن ضغط واطي جدا وقرب يموت تماما 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 دوز كمان الفانكومايسين هيشبه ان شاء الله هناخد الامينو جلايكوزايد بعدين في البروتين سينسس انهبيتور وعشان هي بتلتهب مايسين وهو فانكومايسين فهيشبه الامينو جلايكوزايد انه يعمل هيرنج لوس اوتو توكسيستي ونفروتوكسيك اوتو توكسيستي ونفروتوكسيك يبقى وانا بذاكر انه بيعمل ريدمان سندروم وفلاشنج سندروم ده لا انسى انه مايسن زي الامينو جلايكوزايد اوتو توكسيك ونفروتوكسيك مين النهارده قلنا انها نفروتوكسيك رهيبه جدا ولا يمكن اضاعها في حالات الرينا الامبيرمنت السيفالوسبورين الا اثنين سيفوبيرازون وسيفترايكسون لانهم بينزلوا عن طريق ايه؟ البايب النهارده هتربط حاجات ببعض كتيره جدا جدا اوتوتوكسيس ده هنا وانا قلتها لكم قلت لكم المره اللي فاتت في اخر الجنر لما قلنا ما ينفعش الفانكومايسين يتاخد مع الجنتامايسين الجنتامايسين ده امينو جلايكوزايد نيفروتوكسيك والفانكومايسين بيشجع النيفروتوكسيستي بتاع الجنتامايسين تمام الفانكومايسين او الجنتامايسين وجود الفانكومايسين تزداد النيفروتوكسيستي ما ينفعش اطلاقا اني احط الكومباينيشن دوت الدكاتره لازم اخده الفانكومايسين سلو انتروفينس ايه؟ انفيوجن سبحان الله النهارده ما بين الاستريونام والفانكومايسين فرق السماء من الارض من حس ايه؟ 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 الالرج الرهيبه اللي وصلت لريدمان سندروم في الفانكومايسين والاستريونام اللي ما فيش الرج خالص لدرجه ان انا اديته بديل للبنسلين سبحان الله النهارده انتوا يا جماعه محظوظين بتلاقوا حاجه وعكسها وبتلاقوا حاجات كده متربطه ومتشبكه ببعض زي المشبكه بالظبط. طبعا برضو ايه النهارده يوم ما فيش حد منكم يعني النهارده بيقدر يكروس الباريرز ولا المننجيز كلكم عايزين مننجيز الفريم يا ترى ما فيش انتبيوتيك هيجي في يوم من الايام يكون كروس المننجيز الامباكت هيجي اليوم دوت ولا لا؟ ها؟
هيجي فعلا لازم يجي دروب ليميت سوليبل رهيب يكروس المننجيز الانتاكت جدا جدا اسمه كلورام فينيكول. ترقبوه وتشوقوا لسماعه ان شاء الله. خدت بالكم والى هنا اعانا ربنا. اي هل حد فيكم عايز اي سؤال في هذه المحاضره الرهيبه؟ ماشي تذاكروا اول باول لان الطريق لسه صعب. قدامنا 6 محاضرات جايين كلهم بنفس الاسلوب. اضرب اضرب اضرب.